السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على واش راه صار بين مصطفى معزوزي وشريف ملال رئيس شبيبة القبائل، وين يعني وين يقاضي ملال بتهمة السب والتهديد، يعني تخلطت بيناتهم رغم ياكلوا في بعضهم بعض. مصطفى معزوزي فانيك ما دارش قليل، يعاير في فلان، يعاير في الحاج، يعاير في منا، يتهم في الناس، هذاك سراق، هذاك منا، هذاك من، هذاك من، هذاك من، هذاك من. عرفت شوف خطرة تكلم عليه ملال خرج في التلفزيون يبكي، عرفت شو كيفاش خطرة تكلم عليه خرج يبكي، كان يهدر على الدين، يهدر على الطبخ، يهدر على السياسة، يهدر على كرة القدم، يهدر من، يهدر من، يهدر من، يهدر من، يهدر من. هذا صاحب المقولة الشهيرة اللي قال لهم نهار خسرنا مع البينين 1-0، بالك تعقلوا عليها، راكم عاقلين عليها، مي خسرنا 1-0 مع البينين، شتا قال لهم فماك؟ قال لهم كون داو اللعابة تاع بارادو نربحو، كون داو لونترينير واللعابة تاع بارادو نربحو في البينين. هذا هدرها، هذا معزوزي، هذا معزوزي اللي الناس كانت كاع نسيتها، وكان اللي ما يعقلهاش، كان صغير دروك في عمره 21-22 عام، كان اللي عنده 25-26 عام ما يعقلهاش، اللي زايد في 94 ما يعقلهاش، واللي زايد في 90 وما يعقلهاش. العبسة تاع بالماضي ميقاس تريكو، شكون اللي جبدها؟ جبد هذا مصطفى معزوزي. الناس كاع ما كانش يقول، الناس كاع نسيتها في 2002، الناس كاع نسيتها ما يعقلولهاش، اغلبيه الناس شبيبه وكاين اللي كبار وكاين منا ما يعقلولهاش. انا واحد الناس كنت ناسيها، تسمعت هو يهدر فيها. هذا مصطفى معزوزي، هذه هي الحقيقه اللي نهضروا فيها اليوم. كيفاش غلطته مين نهدر عليه خطره ولا زوج؟ غلطته وين اعلن صح هذا الاعلامي مصطفى معزوزي عن مقاضاه رئيس شبيبه القبائل شريف ملال على خلفيه اطلاق شتائم وتهديدات في حقه. وقال معزوزي ان ملال تهجم علي في منزل نور الدين اي حموده. وقال معزوزي في بيان له اليوم ان رئيس زائف لشبيبه القبائل على حد وصفه تهجم عليه في منزل نور الدين أيت حمودة نائب السابق الذي أفرج عنه مؤخرا بعد فترة قضاها في السجن. صح أو تياتك. وبحسب البيان في زوج دخلوا الحبس. وبحسب البيان فإن معزوزي ذهب إلى نور الدين أيت حمودة الذي دعاه لمنزله، ثم حضر شريف ملال إلى المكان، ولما صدفه شتمه بكلمات رخيص وخطبه بالقول ستدفع الثمن غاليا يا رخيص منطقة القبائل. قال انت رخيص منطقة القبائل. وأبرز معزوزي أن إجابته على هذه الشتيمة كانت عنيفة أيضا، لكنه لم يشأ حسب قوله أن يسقط في الفخ، وحافظ على هدوئه مشيء إلى أنه يود إبلاغ الرأي الرياضي الوطني وأنصار شبيبة القبائل على وجه الخصوص بأنه سيتم رفع شكوى ضد ملال بتهمة توجيه الشتائم والتهديدات. غادي تبطل غادي هذا أي حمودة يقولك حبس. وكثرت في الفترة الأخيرة تصرفات رئيس شبيبة القبائل المثيرة للجدل، حيث اشتكى قبل مدة صحفيون من إساءة لهم مما دفعهم إلى مقاطعة الندوة الصحفية. وقت استاهلوا، وكي هو ماشي مليح، وانتوما الاعلام تستاهلوا الف كيه وكيه، انا نقولها لكم. وعبر المقاطعون في بيان لهم عن تذمرهم واستيائهم من تصرفات المسيئه والمتكرره لرئيس النادي شريف ملال تجاه الصحافه طوال الموسم الكروي المنصرم، وذكروا أن تصرفاته تخدش الكرامة الصحافي خلال تأدية مهامه. نهار اللي تحترموا روحكم ونهار اللي تحترموا روحكم فماك تولوا رجال. تعقلوا نهار الصيف بغات تلعب منتخب نادي إفريقي، ندوة صحفية في الصيف، صحافي
جزائري خرجوه من الندوة الصحفية، ولا صحافي خرج. ماجر عاير معمر جبور قدامكم وانتوما قعدتوا، خاطش هذا مكاش وشلنا بزاف 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 بزاف. شلنا الناس يعايروا في الصحافة تاعكم، انتوما تضحكوا في ندوات صحافية تضحكوا عجبتكم، خاطش يشوفوكم قاع الخاص. اليوم عاير لك ذاك غدوة يعايرك انت، اليوم بال عليك غدوة يبول على صاحبك وهي رايحة، خاطش ذا ما عندكمش. انا شتكم انا من نهار ما جرك طلعت منكم الياس، من نهار ما جرنا اللي ناض ولا عاير في معمر جبور ومكاش لي ناض نورمالمون فيك تخرجوا كاع، خاطش علاه كنتو تعرفوا باللي ماجر مدعم من عند سعيد. ماجر وسعيد سعيد كان صديق العائلة تاع ماجر. ها يعني يعبر المقاطعون في بيان لهم عن تذمرهم واستيائهم من تصرفات المسيئة المتكررة لرئيس النادي شريف ملال تجاه الصحافة طوال الموسم الكروي المنصرم، وذكروا أن تصرفته تخدش لكرامة الصحافي خلال تأدية مهامه. يا ولدي صاحبكم انتوما تاع ربعة دور، هو دخل جيبو كيما يزرب عليكم تحسب باللي راه فيه بارا يزرب على العاهيلات. وأشاروا إلى أن تصرفات الرئيس شبيبة قبائل لا تشرف إدارة النادي العريق، مؤكدين على أن قرار المقاطعة جاء استجابة لنداء المهني ولا يمت بأي صلة بأطراف متنازعة على رئاسة النادي. يا ولدي انتوما انتوما عباد مأمورين، انتوما مأمورين تقول لي لا من لا من هير. انا نشوفو فيكم يعني ما كاش ما كاش انتوما ما كيما يقولك ما نصيبو باش نوصفوكم، ما عندنا باش نوصفوكم. انتوما الريح في الشبك، انتوما هما الريح في الشبك. صحابة جزائرية تحقر، انا كي نقولك تحقر تحقر انا نقولكم، خاطش علاه حقروني انا مية مية بالك مية وخمسين قريب مية وخمسين بنادم قعدتو عارضة باش دخلوني الحبس، بصح القدرة الإلهية وما ربي ما وفقكمش. خاطش علاه انا كنت نهدر في الحقيقة، عندي صحابي صحافيين ويخبروني بكلش، عندي نصحابي، خاطش انا كشفتكم انتوما جايين قريتو في الأردن، قريتو على الصحافة في الأردن، وعلى بالي انا خاطش مين كنت نهدر فيها نقولكم شكون اللي قراوكم، انتوما قلتو هذا راه فايق هذا ندخلوه للحبس ندكوه في الحبس. ونعرف الإعلاميين بالواحد اللي راح لتل أبيب في 2001، نعرفكم بالواحد في 2001 روحتوا لتل أبيب. اليوم ما تجوش تلعبوا لنا 6 في 7، نعرفوكم أن بار أن، ونعرف شكون اللي قراكم في الأردن، ونعرف حتى الصحفيين والديانات تاعهم، كاين ماسوني كاين صحفي ماسوني كاين صحفي كريتيا كاين صحفي ما يأمن بتا حاجه ملحد كاين صحفي، نعرفكم انايا شتي كوني بيان يا لي كونار. كي نتوما كي شوف كي نتوما كي ملل كي مصطفى معزوزي نسيفه معمر الريح تطلقها تروح، مساهميني جاي انا يا القصر لي انا اما يا ولد اما قال لنا قال الشكاوى تاعكم ما بعليها وربي معايا، خاطش علاه نقول كلمه الحق اللي تحاربونا فيها تحاربونا فيها، دايرين جيش يتبع غير شوبيري سينيالي فيه وما عندكم ما ديروا، خاطش ربي معايا هذه اللي نقولها لكم. قالوا كاين اللي يقولوا انا فلان معايا، انا نقول انا عندي واحد الكتاف قادر انايا الاخرى نبلعها ذاك الفيلاج الفلاني نبلعها، يا ودي تربح عليك يا ودي قول ربي معايا قول ربي في كتافيه كيما
في المحكمة في عب تعب رمضان، واحد واقف فما واحد شيات يشيت الواحد كان شاكي بيا صحافي إعلامي باين وكلش. قال لي على بالك تاع الشاي يعرف نجوب. خرجت انا وقلت له ما راحش الليل، وربي يشعل من النجمة عنده، ربي يشعل عنده من النجمة، يقولوا لي ربي يشعل عنده من النجمة، تستاهلوا سارة صاري فيكم. ثم مكان لا تضامن لا تأدية المهام لا والو، ثم تلقيتوا أوامر ما تروحوش ما تروحوش خمس مرات بالكاس، ثم زيرو زيرو يا الزيرو رقم خير منكم، الزيرو راه رقم وخير منكم، ثم مكان والو هذه اللي نقولها، ثم مكان والو ثم زيرو خير منكم، زيرو بيان بيان بيان، عشرة تزيد لها زيرو تولي 100.